السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخذيكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغربي العظيم. اليوم أخوتي غنسمعوا واحد تسريب صوتي. أنا صراحة والله القسم يا إخوان الكرام، إلا ضرني راسي ضرني، دخت الإخوان من اللي سمعت هاد السيد كيتكلم. من سمعت هاد الاوديو ما فهمتش الناس، هذا ما فهمتوش. هذا واحد صحراوي كيعيش في فرنسا، وراني متحصل على الرقم ديالو. واعز الله الصحراويين اينما كان. هذا صحراوي كيعيش في فرنسا، هاد الاوديو ديالو تيقول على انه ابن خاله ولد خاله كان منفجري الثورة ديال البوليزاريو، كان من أوائل مؤسسين للبوليزاريو. شداته البوليزاريو وقطعته الطرف، قتلوه وقطعوه. واسمع، زيادة على ذلك تيقول على وحدة من أسرته ومن عائلته كتبلغ من العمر 12 سنة فقط، كانت هي والأسرة ديالها عبر سيارة في الحدود الجزائرية المغربية في منطقة أسازاك. هم صحراويين، وتعرضت هم مجموعة من فرقشية البوليزاريو، عناصر البوليزاريو من قيادة البوليزاريو، اختطفوهم وأخذوهم لمخيمات تندوف. من اللي وصلوهم لمخيمات تندوف قبضوا الأب وسجنوه في سجن رشيد وعدموه في غار، فيما الطفلة اللي ما كتعداش 12 سنة شدوها وبتناوبوا عليها بالاغتصاب لشهور حتى ماتت من قطرة التعذيب ديال الاغتصاب. قضاو الغريزة ديالهم الجنسية الوحشية وتوفت وبقات غير جثة، لاحوا الطفلة ورموها جثة. اذا هذا السيد اللي غنسمعوا الفوكال ديالو كيتكلم، ولد خالو كان من مؤسسين ديال البوليزاريو، قتلاته البوليزاريو وقطعوه طراف على اساس انه كينتمي القبيله الفلان فلانيه، يعني تقطيع وقتل له علاقه بالعنصريه القبليه. عائلته الاخرى شدوا وقبضوا الاب والام واسره، سجنوه في الرشيد، وطفل عنده 12 سنه اغتصبوا حتى ماتوا ورموا الجثه ديالها. ورغم كل فظاعه هذه الجرائم اللي كيسمع واللي عدلت البوليزاريو في عائلته، مازالت خونا في الله كيعتبر المغرب احتلال والمغرب محتل والمغرب غازي والصحراء الغربية. ابن ادم اخوتي ما كيهشمش والله، حشومة قاعد تقول سرهم وغزاو فيهم، عيب. ميمكنش نصر على البوليزاريو وحوش مجرمين. المغرب ما قطع صحراويين وما عذب صحراويين وما حتل الارض، بالعكس المغرب والمغاربة عامة بشمالهم بالأمازيغ بالصحراويين ما يطالبوا بالأرض بالصحراء وحدها، وتشوف يطالبوا بالصحراء وبناتها. المغاربة من شمال المغرب إلى جنوبي ما يطالبوا فقط بالأرض، ما يطالبوا فقط في الصحراء، لا، المغاربة يدافعوا على أرضهم على صحراءهم ويدافعوا على الصحراويين المغاربة. دوك الصحراويين اللي متواجدين في اقليم الساقية الحمراء وادي الذهب، العيون الداخلة بجدور السمارة وباقي المدن الصحراوية، بدونهم نحن كمغاربة لا نساوي شيء، لا نساوي شيء ولن نساوي شيء. تم في صحراءنا المغربية هناك حضارتنا تاريخنا. الصحراويين من المعروف وبالمعلوم كانوا اكثر المغاربة متشبتين بمغربيتهم، الصحراويين في الصحراء المغربية. ونذكر رجعوا للتاريخ الشيء مع العينين والأبناء ديالو اللي كانوا حاربوا الاستعمار الفرنسي عن جدارة واستحقاق، قبائل أيت بعمران اللي قاتلت الإسبان في حروب طاحنة، سقطوا آلاف من القتلى والجنود الإسبانية. كل القبائل الصحراوية اللي في قلميم، سياني اللي في طنطان، في أسازاك، في سيدي إفني، في الساقية الحمراء، وادي الذهب، كلها شرف
كل المغاربة ومفخرة كل المغاربة ولا لإقصاء أي طرف على الآخر. المهم سمعوا هذه الفوكالات، حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. صباح مروان الذهب بال88. والله لا حرام عليك وفضاحة يا محمد علي. تقول مشكلتنا مع الصحراوي، مشكلتنا فينا، مشكلتنا مع ذلك كان يقول التروري فوق ذو الفيديوهات. والله اللي مشكلتنا، والله اللي نقفلنا عن 800 فايدة من ذلك الصحراويات مقوضين فوق فهم دافع معدلهم الرشيد ونكل بهم قال المقيبيلات الشلوحة وقيبيلات موريتان والبعض منهم انكتل. اللي أنا هذا والخالي ومن المفاجرين الثورة ومن المعبين عليهم الشباب اللي عبى على الثورة وش تقال في الثورة ودفع بالشباب ودفع مستقبل وقال في بونا وللعالم وقطع ظلما وعدوانا. ومن الثورت عن نخته اللي كانت معدلة بريد بين المنطقة المحتلة وربع والبوليساريو انباعت، باعها مكتب الجبهة اللي في الأخطالمة 87 باعوا هاد المقاربة. هذه شغلة الصحراوي وانحبست رانك شفت قمة العالم. علاش أنا سويت عن خوها مرات وقالت لها عندهم لها جواب. هذا ما عد المغرب، المغرب عدو ومحتل يا محمد علي، يا غير جاي من قدام، ما جاء من دورة ولا جاء عنه خو ولا جاء عنه بو وعنه زعيم وعنه قائد وعنه له عدد دولة صحراوية. بدي جاي دور التراب قاع بالاهل، فهمتني؟ وإلى ذبح وقتل له ذلك لأنه عدو ومحتل ومقتصد. يقال هذا بن جلتك، هذا ولد عمك، هذا صحراويين هم العدلوذة، الصحراويين هم القبض الطفيلة مع أبوها في كاميون ماشي من الضاك من عارفين وعدة ودارهم سجناء وقبضوا الطفيلة عنده 12 سنة وتموا يقتصبوها لين بات بالحمل وخلطها بمعرض الناظر. هذا عدلو قيادة الجبهة، قيادة الصحراء هم العدلوذة وقتلوه وقتلوه في الحبس. هما العدو اللي كان يقول ترى الزراه ولا كذا يبقى في الاخلاق ولا همونك ولا هو صالح ولا يدافع عنه. والدفاع على الباطل باطل، فهمتني؟ الدفاع على الباطل باطل. مشكلتنا ما تلات مع الاحتلال ولا تلات مشكلتنا مع الغزو، مشكلتنا فينا. خاصنا نعرف احنا من هما، ما تقدر تمشي تخاصم وتنسل ثانك يا محمد علي. هذا يعطيك تفهمه، راهو كلامك يوجع ويبقى في الاخلاق، فهمتني؟ هذو الناس اللي جبروا لهم السين سعد وشين التباريت ونفس المعدل لهم هذيك الساعه معدل نحن هذو نتكلموا على مثل كلامنا، معدلنا في الخاص ينجانا ويحرق علينا ويضمق علينا ويهدوا، سمعتني؟ ونحاولوا نشراو. اليوم اجوردوي 2021 ما زالت الناس محاوله تسكت بالشراء وتسكت بالتهديد وبالوعيد وبالقابليه المخنفه وبشوين سعد وشوين التباريت. يا اخي هذا اكبر منك وده كبير عليك والشين عليك وفضاحة. تقول مشكلتنا ما هي مع الصحراء، مشكلتنا احنا الصحراويين اليوم بيناتنا، خاصة نحلوا مشاكلنا بيناتنا، نعرف بعد احنا من هما وده اللي يقودنا منه ومنين جايين ومنين جايين ومنين لحقنا ومنين جايين. افهم ذي محمد علي، رانا كطرطق الكبد، فهمتني؟ كيف ذو اللي يجوا في الخاصة ده عنده شو متخيزين في الخاصة متخطفين وانت نعرف انت من هو تتكلم في العام. هذا ما اللي فهمته، افهم يطول عمرك، افهم عند راهو حار ولا همونك ولا يقدر تلبس عليه الباس وحرام وشين وفضاحة ويخلي خيام العاملات. وإحنا خلاونا ذو الناس، خلاونا عادي نقال عن الجبهة الإرهابية وعادي نقال عن عصابات البوليسارية. شنو سببها؟ هذه ما هي جبهة الشهيد الولي ولا هي جبهة الشهيد بيقا ولا هي جبهة الشهيد علي ولا أحمد زين ولا الشهيد بلو الأحمد زين صغير اللي مات شاب صغير وزير به قليع الدم الراس والدكتور، ولا هي جبهة والخداد ولا العلي بيبة ولا الحمير الناس الزينة اللي كانت تشتغل زينة ولا الناس الصالحة اللي مشات من أجل شي صالح. هذا الشي من الويل وشي من السريق وشي من بضيات وشي من العصابات وشي من المجرمين اللي جرموا في بني جدتهم واقتصبوا وبطشوا ومازالوا جاهم التنقر ذاك اللي شفيقوا عليه النقور. انت ذا تقول شنهم، انت ذا تقول شنهم؟ مشكلتنا فينا، مشكل العدو ما نصايبين له، ما خلونا نصيبوا له ومنين صبنا له قلعوا منا مدافعنا قيلة من نهار. انت تقول حق عندك،
احترم عقولنا ارحم والديك، احترم عقولنا. هذا راه لك يوجع ويبقى في الاخلاق ويفقع، فهمتني؟ والسبب اللي لقيت عنه يصمم ويقول قاعد يقول شي خاسر. بور فابور احترم عقولنا من فضلك، واحترم احساسنا وشعورنا. ما قابلين التعدو على جدي في الصحراء، تصور راجلنا في الصحراء والله امراه. هذا راه لك شيء عليك وله قدامك.